بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج مصالحة يتغير إحداث ثلاثة أضرب من المصالحة: مصالحة مع الذات، مصالحة مع النص الديني، ومصالحة مع المجتمع وقوانينه ونظمه. المصالحة مع الذات بطبيعة الحال فيها استحضار لكافة الأبعاد التي تتشكل من الذات الإنسانية. فهناك البعد الوجودي، هناك البعد الوجداني، هناك البعد الفكري، هناك البعد الاجتماعي، هناك البعد الكوني، هناك البعد المتصل بالذاكرة، وهناك البعد المتصل بالتوق والحلم الذي يروم الإنسان بتعبئة كافة طاقاته تحقيقه. وهذه الأبعاد حين تكون منتثرة ولا تكون ملتئمة حول محور فيه الاتزان، يمكن أن ينقاد الإنسان إلى جملة من الممارسات التي قد تكون في غاية التدمير والسلبية. لذلك تتم مواكبة النزلاء المحكومين بموجب قانون الإرهاب، تتم مواكبتهم لإحداث هذه المصالحة مع ذواتهم، وذلك من قبل خبراء لهم هذه الخبرة، خبرة الغوص في الذات الإنسانية بمختلف أبعادها، كي تتم إعادة بناء إيجابية تعود بالنفع على النزيل وعلى مجتمعه كاملا. النوع الثاني من المصالحة هو المصالحة مع النص الديني. النص الديني نحن نتكلم عن أزيد من 100,000 نص، 6,236 آية من القرآن، 40,000 حديث، 40,000 أثر مروي عن الصحابة والتابعين، ثم الأقوال التي لكبار أئمة الدين الإسلامي. وهذه النصوص إذا لم تكن هناك قدرة على التوجيه لتركيبها بالطريقة السليمة، فإن هذا قد يؤدي إلى ما يتحدث عنه القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، عن مواضعه، أي تزيل هذا النص من السياق الذي ينبغي أن يفهم فيه، فيمكن أن يكون ذلك ذا أثر مدمر. آليات الاستنباط للأحكام من النصوص تحتاج إلى بناء قدرات. هذا المكون، مكون برنامج مصالحة، تتغير فيه هذه الأطراف الشريكة في هذا البرنامج أن تنشأ إطلالة، أن تتاح إطلالة على هذا المدى وهذه السعة التي في الدين الإسلامي، وهو ما عبر عنه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم حين قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولم يشاد هذا الدين أحد قط إلا غلبه. فإذا المواكبة هي من قبل علماء خبراء من أجل إحداث هذا الضرب الثاني من المصالحة. الضرب الثالث، النوع الثالث، هو المصالحة مع المجتمع، ولا سيما بعد الأضرار التي ألحقها به هؤلاء النزلاء بسبب القصور العلمي الذي كان عندهم والقصور التكويني الذي كان عندهم. مع قوانين هذا المجتمع وفي مقدمة هذا السور المملكة، كذا القوانين والمقتضيات التدبيرية والإجرائية ذات الصيغة التشريعية، ثم كذلك بعد متصل بحقوق الإنسان سواء محليا أو كونيا، وكذلك الاتفاقيات التي قد أدمجت المملكة المغربية في إطار منتظمها الدولي الكلي العام. هذا أيضا ليس بالأمر الهين، ولذلك تتم المواكبة من قبل جملة من الخبراء الذين يبنون هذه الكفايات لدى هؤلاء النزلاء. الغاية الكلية هي أن يصبح هؤلاء النزلاء أفرادا صالحين لأنفسهم ولمجتمعهم. وقد تيسر بحمد الله تعالى أن كان من ضمن هؤلاء الخريجين من ناقش الآن رسالة الدكتوراه، منهم من الحمد لله أصبح مثقفا نظيرا يثقف نظراءه، يمنعهم من الوقوع فيما وقع فيه من المعاناة مما عانى منه. ثم كذلك هناك من هؤلاء من أصبح بحمد الله يشتغل في مجال التمنيع واندمج في إطار مؤسسات الدولة. الجديد في هذه الدورة 13 هي أن تتم في إطار مركز مصالحة
الذي وبمقتضى التعليمات المولوية السامية تم توطينه بالرابطة المحمدية للعلماء في شراكة وثيقة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء وكافة الشركاء، وقد تم توقيع اتفاقية بهذا الصدد. حضر فيها أيضا الوزير السيد وزير المنتدب في وزارة الاقتصاد والمالية. فإذن الجديد في هذه الدورة هو أنها أول دورة تتم في إطار المركز الجديد الذي تم إحداثه وتوطينه بالرابطة المحمدية للعلماء بناء على تعليمات مولوية سامية.